السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجراوي الالكتروني. هتلاقي جراوي كويسه باسعار حلوه بتقليبات ان شاء الله هتعجبك. اهم حاجه واول حاجه احنا هنصلي على النبي ولا عبد الصلاه والسلام، ولا تعمل لايك ولا شير ولا كومنت ولا الكلام ده كله، صلي على النبي وكفى. يلا بينا نخش ونتفرج على الجراوي اللي حرفيا ان شاء الله هتخليك تشتري واحد منهم. يلا بينا. هنبدأ أول حاجة بالدكر اللي أنت شايفه قدامك دلوقتي. طبعا ده مش جرو، ده دكر كبير، وإحنا هنتفرج على النسل بتاعه. هو بيبيع جراوي منه وبيبيع نتايتين منه، نتايتين كبار، واحدة أم اللي هي أم الجراوي وواحدة عندها 9 شهور. زي ما أنت شايف النتاية اللي واقفة دي اللي في رقبتها الرخصة دي اللي عندها 9 شهور، والجراوي متاحين في ولاد وبنات. جراوي بقى عايز اقول لك ايه، طالع دم حامي بقى وشقاوه وبتاع، اللهم صل على النبي. يعني دي النتايه 9 شهور، لسه النتايه ما حضتش اول حيضه لسه، وهي مساهيه 9 شهور، يعني بتحضر لاول واحده. يعني طبعا الجراوي زي ما انت شايف لعب بقى وشقاوه وحركات. ده ينم ان في صحه كويسه، ان هم راضعين كويس، ان الام حنينه. فانا شايف ان النتايج الام دي حلوه، يعني تستاهل. طبعا اللي مش مصور احسن حاجه هو يعني، بس الجراوي باينه ان هي كويسه، وانا برشح منهم النوتي. النوتي برشح منهم. النتايج اللي قاعده دي هي الام. طبعا ليه برشح النوتي؟ لان النتايه الحنينه بتطلع من ظهر نتايه حنينه. هي عايز اقول لك اللي هو ايه، اقلب القدره على فمها تطلع البنت لامها، زي ما احنا بنقول بالبلدي يعني. فهي نفس القصه، عايز تقني نتايه حنينه طلعها من تحت نتايه بتفرخ وبتقوم جراوي وحنينه لوحدها، بتقومهم لوحدهم يعني. فالجراوي كويسه. الاب طبعا عايز اقول لك برضو عليه عامل، يعني انا شايف الام كويسه وجيناتها حلو، برغم ان هو ايه ادانا منها لقطه خاطفه كده وهي قاعده، بس حلو يعني. هي تقلبها كويس والاب تقليبه كويس، فبالتالي هتطلع لك جراوي تقلبها كويس. فانت لو هتربي دكر منهم تمام. في ناس بتحب تربي الذكوره، وفي ناس بتحب نوتي تتربى على ايديها عشان لما يجي يفرخها يبقى عارف مفاتيحها ايه. وده الصح للأمانة، إن أنت لما عايز تجيب نتاية هتفرخها أو هتنتج منها يفضل تربيها على إيدك، لأن أنت هتبقى عارف كل زرايرها، عارف كل أعطالها، عارف كل الحاجات اللي لما تعملها تخليها تعمل إيه معاك. يعني كل حاجة أنت حافظها، خلاص حافظها زي كف إيدك وهي حافظاك، فبالتالي مش هتتعبوا بعض في الفرخ ولا في الإنتاج ولا الكلام ده. ولا قدر الله حصلت اي حاجة قدرية طبعا من عند ربنا، هتبقى ساعتها بتاعت ربنا بقى، خلاص انا عملت اللي عليا وخلاص. وطبعا برضو النتاية الام كويسة بالنسبة للممارس للفرخ. انا بفرخ فانا عارف النوتي بتتفرخ ازاي والدنيا بتمشي ازاي وهكذا، فهاخد نتاية فريخة اشتغل منها. عندي مثلا ذكر وعايز اشوف له ابن وافرح بيه، اجيب لي نتايه فرخه عشان ما تعبش دماغي. النتايه اللي بتفرخ اللي هي فرخت قبل كده هي انسب نتايه للذكر اللي اول طالعه ليه، اول طالعه ليه، اول جوازه ليه، يبقى خد له نتايه متجوزه قبل كده وخلفت قبل كده، عشان هو ما يتعبش منك، علشان يتعلم الجواز بسرعه ويبقى بعد كده بيتجوز لوحده مش محتاج حد يساعده في الموضوع. اخونا ابراهيم من طنطا بعت لنا الجروتين العسل دول، سبحان الله، بطن واحده رويال بلاك والجيرمان اللي هو الاحمر او الانجليزي، فنفس البط، هي نفس البط. النتايه الرويال بلاك بيتكلم فيها في 1800 قابل للتفاوض، والنتايه الحمراء بيتكلم فيها في 1500 قابل برضو للتفاوض. الجروتين شقاوة قديمة زي ما انت شايف كده، حاجة كده دباديب لعب. وللأمانة أنا برشح قوي قوي النتايه الحمراء، وما تسألنيش ليه، ده مش اي حد برشح له النتايه الحمراء. الغاوي القديم هو عارف دي ايه
وهياخدها يجوزها لإيه، هتطلع إيه بعد كده، وعارف الحاجات دي دماغها بتبقى عاملة إزاي، أو خلينا نقول 90% من الحاجات اللي هي الطفرة، الطفرات دي بتطلع حاجة كويسة، بيطلع ذكائها عالي، بتطلع كلاب حلوة. يعني خدها من غاوي قديم، الكلبة دي حلوة ومش أي حد هيقدرها، ومش أي حد هيقول عايز أشتريها، العادي كله هيطلب الرويال واحنا مغمضين، انما دي ليها الغاوي اللي بيحب يربيها. الدكر اللي انت شايفه المالينو ده حتة بقى شربوني والوان وماسك، اللي هو الحاجات اللي هو تقليب كويس نسبة لغواي المالينو ده، تقليب كويس. طيب بص، هو الكلب حلو مفيش كلام، بس للأمانة للأمانة أنا بحب من كل كلب التفاصيل البسيطة، بمعنى أنا في المالينو بحب الكلب الكلاسيك اللي مش شربوني، العادي اللي غاوي المالينو بيقولوا عليه الكلب الفون، الكلب العادي هو ماسك وكلب كلاسيك مفهوش تفاصيل كتير، الأم كلاسيك والأب هنا شربوني. فرامين جراوي حلوة، يعني رامين جروين كويسين، 3 ذكورة عندهم 30 يوم دلوقتي، والحتة ب 5000 جنيه، مش 10 بقى و7 و15 والارقام اللي انت ايه بتسمعها دي، ايجاره ب 5000 جنيه، ومكانهم كفر الشيخ. انا شايف ان دي صفقة حلوة، الناس اللي نفسها تربي مالينو دي صفقة كويسة. الولد الابيض ده البيتبول عنده 4 شهور ونص، اسمه دوج، عايز اقول لك حاجة حلوة، يعني كلب تقليبه ممتاز وعنده 4 شهور ونص ومكانه عين شمس. طيب بكام يا عم الحاج؟ ب 1500، وفي واجب لو انت تابعنا من القناة، يعني 1500 دي فيها كلام. طيب الكلب الابيض زي ما قلت قبل كده، لازم وانت بتشتريه تتأكد ان هو بيسمع، دي حاجة عادية وكلنا بنعملها، ودي افضل حاجة ان انت يعني تنويه اي كلب ابيض عادي، اي كلب لونه ابيض سادة اتأكد ان هو بيسمع بس. انما الكلب كتقليب طبعا تحفة، دبابة على الارض اللهم صل على النبي، كلب تقليب وحجم وجسم عضلي وحاجة تستاهل يدفع فيها فلوس. رقمه عندك، مكانه عين شمس، تواصل معاه لو انت حابب تشتري الكلب ده. الدكر الوحش اللي انت شايفه دلوقتي ده، اللهم صل على النبي اللهم بارك، حاجة جمجمة جمجمة، اتجوز النتاية دي ورمالنا كام جرو بقى، فاهم يعني، من اجل المتعة. ده فيديو جوازة بس، هو تقريبا اللي بيصور يعني ما كانش حاطط عينه على التليفون، كان بيصور كده وهو باصص، فمش واخد باله اللي بيتصور ايه بالظبط. المهم الدكر ب 3 والنتاية ب 2.5، حلو حلو ومظبوط ومناسب للتقليد. في تفاوض؟ اه في تفاوض في السعر طبعا، ما الراجل اكيد مش هيزعل حد، واللي عايز حاجة ياخدها، والدنيا بالحب وبالرضا وزي الفل ان شاء الله. للأسف ما ليش مكانه فين، مع ان دي اهم حاجة في الموضوع يعني، بس الجراوي دي يدفع فيها فلوس، لان الدكر كويس جدا والنتاية هي كويسة بنسبة 70%، بس الدكر بنسبة 100%، فاللي هو هتلاقي برضو رامين جراوي كويس. وخلي بالك هو كله بيصور الاب وبيقول لك هو ده الاب، والنتايه مش مهمه بقى ما تشوفهاش، مع ان الاساسي قوي ان انت تشوف النتايه وتعرف تقلبها ايه عشان تعرف الميكس الدكر ده على النتايه دي هيطلع لك ايه. ده الصح، ده الصح يعني، ممكن الكلام ده يزعل الناس، بس ما ينفعش ابيع على حس الاب ان هو جامد، ما ممكن النتايه تبقى وحشه تطلع لي جراوي وحشه برضه، ما هي هياخد من هنا زي ما هياخد من هنا. ف دول كويسين، دول كويسين ويعملوا يرموا جراوي تقيلة. دي بقى انتهى، انا نصحت صاحبها انه ما يبيعهاش، هي عندها 6 شهور، انا معرفش هو بيبيعها ليه، ممكن يكون ظروف مكان او ما الى ذلك، بس حرفيا والله انا نصحته ما يبيعهاش. النتاية دي بورقها بالمايكروشيب بشهادة النسب بتاعتها اللي هي البيديجري، كلبة كويسة، وهي حاليا في سن مساخة، دي مش هتبان دلوقتي، بس التشكيلة دي الهيئة دي انا عارف لما هتكبر هتبقى عامله ازاي، عشان كده نصحته ما يبيعهاش. الهيئه دي حلوه، الكلبه دي كويسه، مش اي غاوي هيشوفها حلو، بس الكلبه دي كويسه،
دي لما تخشن شوية اديها شهرين تلاتة اتفرج عليها، هتقلب، هتبقى شكل تاني. والروت بالذات من اكتر الكلاب اللي اثناء نموه في فترة كده بيقلب فيها بلدي، اللي هي الفترة دي من 3 شهور لحد 7 شهور كده، بيبقى كلب بلدي، كلب مبوس كده وشكله مش حلو. اول ما بيخشن بقى في ال8 شهور 9 شهور كلب بيتحول، بيبقى حاجة تانية، بتلاقي بقى ابتدى يبان معاك، يقفل السنة يبان اكتر، يقفل السنة ونص يبان اكتر، وهكذا. فدي انتهى حلوة والله، ما تبيعهاش، انا هو بعرضتها قشطة بس ما تبيعهاش. هو عارضها للبيع، للي عايز يكلمه يكلمه، بس نصيحتي ما تبيعهاش. ومن المنوفية ويسنا جاي لنا الجراوي القمر دي ذات الأعصاب الحديد والودان الواقفة، إيجاره بـ1000 جنيه، وأظن إن ده يعني 1000 جنيه وما فيهاش تفاوض بقى، ما فيهاش كلام، متاح ولاد وبنات، والجرو بـ1000 جنيه ما تفاصلش. يعني روح خد الجرو وما تفاصلش، هي جراوي كويسة تقلبها معقول على قد الـ1000 جنيه اللي انت هتدفعها. وطبعا اللي هيشيل الليلة اكيد اللي هياخد الجراوي كاملة مثلا اكيد هيتعمل له خصم مع الجرو 100 جنيه ولا 200 جنيه يعني مثلا، عشان برضو يعرف ياكل فيهم عيش. لو اللي هياخد جراوي الجراوي كلها اكيد اكيد الراجل هينزل، بس هو بيقول لك الجرو بـ1000 جنيه، فواقف الكلام يعني. فهي جراوي كويسة، وجراوي ما شاء الله متغذية، في يعني فيه اهتمام ما شاء الله، فاللي عايز حاجة يتواصل معاه على الرقم بتاعه. في نهاية الفيديو أتمنى يكون الفيديوهات اللي بعملها ككل بتعجبك وبتلقى يعني قبول حتى، بس فلأن أنا بعمل الفيديوهات دي عشان حضرتك، عشان أو حضرتك، عشان اللي عايز يبيع يبيع، واللي عايز يشتري يلاقي اللي هو بيدور عليه. اهم حاجه طبعا ان احنا هنصلي على النبي والعبد عليه الصلاه والسلام. رقم التواصل بتاع الواتس بتاعي اهو، احتجت اي حاجه اخوك وتحت امرك، مشغلش بالك، ما تتكسفش، على دماغي من فوق. برضو اللي محتاج يبيع الحاجه بعد اذنك، بس تبقى حاول على قد ما تقدر، يعني على قد ما قدرتك تصور الحاجه في اضاءه تتشاف، لان اللي عايز يشتري اكيد بيبقى عايز يشوف الحاجه كما يجب ان هو يشوفها او يعرف تفاصيلها. قول لي انت منين، علشان في ناس كتير بتنسى، يقول لي هو مكانه فين، عشان لو حد قريب منك وشاف الحاجة بتاعتك يعرف يوصل. صباحك فل وسلام عليكم.